السلام عليكم الشابات الفاتنات الغزالات المنورات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وغادي نديرو قراءة اللي عجبتكم وقلتوا لي باش نعاودها، فانا غادي نعاودها لكم. وبالنسبة للقراءات اللي كنت درت قبل اللي قلتوا لي باش ندير لكم على الحين طيب وحده والابيض والاسمر، ما كانش عليها قبول، ما كانش عليها مشاهدات كثيرة، فأنا كنت مقررة أنها لو كان عليها مشاهدة أكثر كنت غادي نديرها لكم أكثر تدقيق، ونحل الكارتة 3 ديال المرات لكل بشرة، مثلا البيضاء مع الأبيض غادي نديرها مفصلة ومدققة ونحل الكارتة 3 المرات، ولكن ما كانش عليها قبول مني درتها، المشاهدة كانت ضعيفة جدا، فأنا ما غادش نعودها، فإن شاء الله فالكم فالخير. وهذه قراءة غادي تكون على حساب الصحة والعتبة والحظ والعاطفة والعمل أو الدراسة، فإن شاء الله فالكم فالخير وإيجابي. هذا الحظ، هذه انت يا البيضة، العتبة، العاطفة، العمل او الدراسة، ان شاء الله فالكم فالخير. فهذه انت يا البيضة والصحة ديالك، والعتبة او البيت، والحظ، والعاطفة، والعمل او الدراسة او كل ما يخص بالإدارة او المحاكم. هذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. قلبك على الرجل أسمر وكتفكري في رجل حنطي، وشوية غادي تكوني مغيرة هاد الأيام الجاية. فغادي نبداو من الناحية الصحية. فأنتي يا البيضة هز الهم لهذا الرجل الأسمر، وحتى هز الهم حتى لبزاف د الحاجات تابعينك أو باغا تقضيهم، فهاد الشيء هذا كيسبب لك إرهاق وتوتر وكيرجع على الصحة ديالك. كاين فيكم اللي كتفكر في المصلحة ديال هاد الحنطي، ممكن يكون الابن ديالك او الاخ ديالك، اراه مزيان، اراه ناشط وفرحان وحياته متيسرة، مالك انتي على حالك؟ علاش كتضري بصحتك؟ حتى كاين البعض فيكم اللي الغدر هي طيبة وكيغدروها ناس وكيشمتوها وكترجع لها على صحتها، هاد الحاجات هادي كترجع لها على صحتها. كاين حتى اللي كتسمع هضرات بحال كاين اللي كيبقى يهضر لها بحال كيعيب فيها، ما درتيش، ما فعلتيش، ما تركتيش، وهذا الشيء كيأثر عليها. ماشي شغل الناس فيك، ما تديهاش في الهضره ديال الناس. كاين اللي كيبقى يقول لها لا ما درتيش هادي وهاديك دارت انت ما درتيش وعلاش ما درتيش، فما تديهاش فيهم، ما تبقايش تردي البال لشنو كيقولوا الناس ولا شنو خصك ديري باش ترضي الناس. بالنسبه للعتبه ديالك داخله لك مراه سمراء العتبه بخبر، بالنسبه اللي عندها رجل ابيض او رجل اسمر فهو راه جالس في الدار ومربي يدو ومزيان ومهني، ولكني عندكم طاقه سلبيه او عندكم عين وحسد، واخا الرجال ديالكم مزيانين سواء كان زوج او حبيب، واخا مزيانين هاد الابيض والسمر
فكاين اللي كيبغي يعكس لكم الامور، كاين العين والحسد، كاين اللي تبعكم ليل ونهار باغي لكم النكد. بالنسبه اللي عندها الابيض كاين العين والحسد وتابعينكم الناس، واللي عندها الصمر كاينه المراه الكبيره هي اللي كتحرضوا عليك او هي اللي ما باغياكش انك تكوني مرتاحه. بالنسبه للحظ ديالك، فالحظ ديالك يقول هنا ان عندك تغييرات ايجابيه او غادي ديري تغييرات في البيت ديالك او في الحياه ديالك غادي تجي بالايجابيه. عندك رزقتان كبيرتان، عندك تغيير الى الاحسن. واللي عندها الحنطي والابيض النحيف ظاهرين وعندكم حاجات جديدة مع هاد الحنطي او الابيض النحيف، سواء كان زوج او حبيب، عندكم حاجات جديدة، عندكم تغيير الى الاحسن. حتى اللي هي عندها الحنطي او الابيض النحيف وكتفكر في الحمل راه غادي يكون عندك حمل. اللي عندها اولاد وعندها رجل ابيض نحيف والحنطي، فاولادك مزيان ما تخافيش عليهم، هاد الايام ناشطين ظاهرين مزيان الاحوال ديال الابناء ديالك حتى صحتهم في تحسن. بالنسبه للعاطفه، العاطفه هاد الايام عندك متوسطه. كاين هنا بالنسبه اللي هما مغتربات عندكم اوراق غادي تفرحوا عليها، عندكم اوراق غادي تفرحوا عليها. ولكن كاين البعض منكم اللي غادي يكون عنده غيار بخصوص فلوس او بالحياه الماديه. كاين فيكم اللي غادي يكون عنده خصامات مع الحبيب او مع الزوج بخصوص الفلوس او بخصوص حاجه ماديه. وكاين البعض منكم اللي غادي تعرض للطلاق، البعض منكم اللي كيهضروا هي والزوج ديالها بخصوص الفلوس وعندهم مشكل في هاد الناحيه الماديه، فانت معرضه للطلاق. اللي عندهم مشكل مادي اللي هي والزوج ديالها كيهضروا في الماده وعندهم مشاكل ماديه معرضين للطلاق. بالنسبه للمغتربات فعندكم حاجه من دابا 3 ايام ولا 3 اوقات بخصوص اوراق، بخصوص اوراق، اوراق غادي تكون اوراق عاطفيه خاصه بالعاطفه، خاصه مع الحبيب او خاصه مع الزوج. من الناحيه العاطفيه عندكم الامور متوسطه. بالنسبه للعمل او الاداره او المحاكم فعندكم فرحه، عندكم انتصار، حتى اللي واقفه مع مجموعه الناس على طبله المخزن فعندك انتصار وعندك رجوع حقوق واخا كانت معكسالك، وكاينين الناس اللي كيديروا لك عكوسات وعراقيل فلن يفلحوا. الحاجه سواء كانت ماديه او معنويه فغادي ترجع لك، عندك انتصار فيما يخص المحكمه او الاداره او العمل، عندك فرحه. كاين حتى اللي عندهم ارث او حاجات مشتركه فراه غادي تنتصروا فيها وغادي تحل هذا المشكل هذا. فغادي نعاودها لكم بسرعه. فانت يا البيضاء اللي هز الهم لهذا الاسمر هذا، علاش هزليه الهم؟ فاقسك، خليه، ما تبقيش تفقسي راسك، اهتمي براسك. كاين اللي عندها كتفكر في مشاوير او خصها تقضي مصالح ديالها وهز الهم لهاد المصالح اللي خصها تقضيها. كاين اللي عندها الابن او الاخ او الاب، هذا حنطي كتفكري فيه بزاف وخايفة عليه، ما تخافيش عليه، هو هاز راسو قد براسو وعنده علام الفرح، هو ناشط وصحته بخير وما هز الهم لحتى حاجة وعايش حياته، وانتي كتفقسي بوحدك، هو راه ناشط ومزيان، لاش انتي كتفقسي فراسك؟ كاين البعض فيكم اللي الشمتة كتقتلها وكتأثر لها على صحتها، فما تكونيش كديري الثقة بزاف و تكوني ظريفه مع الناس، فردي بالك على الحاجات ديالك، لان هذا الغدر هذا ملي كتغدري كتقدر ترديها لقلبك وكتفقسي. كاين اللي كتسمع للهضره ديال الناس، سواء الهضره ديال الاهل ديالها او الزوج ديالها او الابناء او المحيط الاهل ديالها، انت ما درتيش، علاش ما فعلتيش، انت كان عليك ديري هكا، ما خصكيش ديري هكا، هذيك الهضره كتبقى تسمعيها لهم كتاثر على صحتك،
ما تديها في حد، ديري داكشي اللي قال لك راسك، انتي حرة في حياتك وشغلك هذاك، ما عند حتى واحد ما يأثر عليك. بالنسبة للعتبة داخلة لكم المرأة السمراء بخبر، بالنسبة اللي عندها الأبيض والأسمر راه جالس مزيان في الدار هاني مهني الأحوال طيبة، ولكن اللي عندها الأبيض عريض الكتفين كاين عليكم العين والحسد، وتابعينكم الناس بالعين والحسد ليل ونهار، ما خلينكمش في حالكم. واللي عندها الأسمر كاينه المرأة الكبيرة اللي بعض المرات كتكون ضدك وكتعمر هاد السمر عليك، بعض المرات كتشوفيها مزيانة تقولي هذه هنا نبات، وبعض المرات كتنوض العافية. يعني هنا عندك في الحظ ديالك عندك تغييرات سواء في البيت او في الحياة الشخصية ديالك، او مثلا في الشكل ديالك او في الملابس ديالك او في الطريقة ديال الكلام ديالك، باغية ديري تغييرات وغادي تكون عندك تغييرات. بالنسبة للحظوظ عندك حظوظ مادية مهمة، عندك رزقتين كبيرتين وعندك تغيير الى الاحسن. حتى اللي عندها هذا الحنطي هذا واللي عندها الابيض الناحف راه عندك معاه حظوظ، وعندكم ارزاق وعندكم زهر مع هذا الحنطي وهذا الابيض الناحف. واللي هي كتنتظر حمل فراه غادي يكون عندك حمل، واللي هي مشوشه على ولادها وخايفه عليهم فما تخافيش عليهم، الامور ديالهم سيره منتظمه ومزيانه، وحتى الحاله الصحيه ديالهم في تحسن هاد الايام، ما تخافيش عليهم. من الناحيه العاطفيه، العاطفيه عندكم متوسطه. بالنسبه للمغتربات عندكم اوراق مع الحبيب او مع الزوج، اوراق مع الحبيب او مع الزوج، انتوما عندكم شويه مشاكل البعض فيكم بخصوص الاموال. هادوك البنات اللي عندهم مشكل مع الحبيب او مع الزوج والمشكل ديالكم في الماده او في الفلوس، عندكم طلاق او غيار بيناتكم. بالنسبه للعمل او ما يخص الادارات فعندكم فرحه، او محكمه عندكم فرحه، اللي عندها لقاء في محكمه او عندها اجتماع في عمل فالامور جيده. اي حاجه كتنتظريها رجوع وكانت معكسالك والناس مازال كيعكسولك فيها فلن يفلحوا، غادي ترجع لك، ترجع ليك اليوم او غدا غادي ترجع لك الحاجه او الرزقه ديالك، مهما عكسوا مهما عرقلوا غادي ترجع لك الرزقه ديالك. فهذا كان الفال ديال البيضاء، ونشوفوا الفال ديال الحنطيه. ان شاء الله فالك فال خير هي الحنطيه. هذا الحظ ديالك، العاطفه، البيت، الحنطيه. هذا العمل. فهذه انت هي الحنطيه، ونشوفوا من الناحيه الصحيه، نشوفوا من ناحيه البيت او العتبه، من ناحيه الحظوظ ديالك والناحيه العاطفيه، ثم العمل او الاداره او المحكمه او الدراسه. فهذا قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله. قلبك مغير وكتفكري بغيتي ديري طاقة سلبية لشي حد، باغية ديري جلب او باغا ديري حاجة للتشافي، ويأتيك الله بفلوس وبشباب صغير او وجه جديد. فانتي الحنطيه كتباني مغيره، مريضه، ما عجبك حال، مشموته، عليك طاقه سلبيه، حتى من الناحيه الماديه عندك مشاكل مع
رجال او الاخوه ديالك او رجال في العمل عندك معهم مشاكل ماديه، بغى انك يعني توضعي حد لهاد المشكل هذا مع هاد الناس، او انك صافي ما تبقيش تتعاملي معهم لانهم صافي دمروك قتلوك صحيا. يعني الوجود ديالهم ولا التعامل ديالهم تيجزيد كيدمرك، فكأنك باغيه توضعي حد لهاد الشراكة او هاد العلاقة مع هاد الناس هادو بخصوص هاد الحاجة المادية. انتي شوية هنا كتبالي لي هاد الايام عيانة مريضة، ما عجبك حال، مفقوسة مغيرة، الناس دايرينها بك او غدروك، وعندك حتى طاقة سلبية. بالنسبة للعتبة، انتي كتنتظري اوراق وهاد الاوراق معكسالك فيها الامور، هاد الايام معكسالك وعندك غيار، وكين فيكم حتى اللي عندها ورقة طلاق اللي هي واقفة على الطلاق، فراه عندك طلاق والورقة وصلك. وهنا كين اللي عندها الاسمر غادي يجيكم خبر مهم، حتى اللي عندها الابيض بينك وبينه خبر مهم بخصوص حاجة كبيرة او بخصوص فلوس او رزقة كبيرة عندكم داخل لكم العتبة. بالنسبة للحظوظ، هنا الحظ عندكم هاد الايام بالنسبة للحالة المادية متوسطة. تيقول لك هنا الحظ ديالك ارتاحي ارتاحي، ما تجهديش نفسك بزاف، عندك حاجة جديدة وما تبدليش مجهود كتير، راه الرزق ديالك غادي يوصلك يوصلك، يعني ديري عليهش قديتي. عندك حاجات جديدة، عندك أرزاق متوسطة، وعندك مكالمة هاتفية مهمة غادي تعجبك وغادي تفرحي عليها، والحاجة اللي كنتي مترددة فيها راه غادي تلقاي لها حل. بالنسبة للعاطفة، عندكم هاد الأيام العين والحسد ومتبوعين، وهاد العين والحسد كتأثر لكم على الحياة العاطفية ديالكم. عندكم البعض فيكم اللي هي هضرت معها شي وحدة بخصوص الزواج، او قالت لها كاين شي حد للزواج فراه غادي يتم هاد الشيء هذا، او البنت اللي هي ما عندها لا زوج ما عندهاش لا حبيب، فراه عندك شي حد غادي يعرض عليك الزواج. وكاينه هنا حتى اللي دخل في حياتها شخص جديد، يعني اللي دخل في حياتها غير نقولوا من خلال هذه الشهر دخل في حياتك شخص جديد، راه نيته صافية وراه ممكن يكون عندك زواج. هادو اللي عندهم هنا الغيار والتابعة والعين والحسد فلت منهم، غير اللي عندها الأسمر، اللي عندها الأسمر ما عليكمش العين والحسد، ولكن شوف ما عليكمش العين والحسد، ولكن اللي هو راه عنده مرأة أخرى كيهضر معاها، كيهضر مع هاد المرأة هادي، يعني شغلة ليه باله وكيهضر معاها. وهنا بالنسبة اللي عندها الحنطي حتى هو تيهضر مع مرأة اخرى، هادو زاغوا هاد الايام. انتي راضة بالظهر على كل شيء، يعني راكي مشكلة ومهمومة وما عرفاش كتفكري كاع، وهاد السمر هذا كيهضر مع مرأة اخرى، واخا كاين هنا عندك بينك وبينه هضرة بخصوص حاجة ثقيلة وبخصوص رزقة، ولكن هو كيهضر مع مرأة اخرى. هاد السمر هذا هاد الايام هادي عنده مرأة، وحتى الحنطي خصوصا الحنطي اللي في البلاد البعيدة او هو اجنبي فراه كيهضر مع مرأة اخرى. بالنسبة للعمل او لأي شيء خاص بالمحكمة او الادارة او الدراسة، فعندكم حاجات مزيانة، عندكم حاجات مزيانة، عندكم حتى اللي كتنتظر المال من العمل، فعندك اموال زائدة في العمل. اللي عندها محامي ووقف لها على شي شغل ديالها فاستمري مع هذا المحامي، لان عندك معاه مصالح وعندك معاه ايجابيات، فمزيان هذا السيد هذا اللي واقف معك مزيان، فخليه معك لان كاين نجاح معاه، كاين رجوع حقوق مع هذا المحامي هذا. بالنسبة للدراسة مزيانة، حتى بالنسبة للرجوع حاجات مثلا نتوما كتنتظروها سواء في العمل او من خلال إدارة او محكمة، فعندكم الرجوع ديال المستحقات ديالكم. فهذا مجال الفل ديالكم يا الحنطيات، غادي نعاودها لكم بسرعة. فانتي هاد الايام كتباني عيانة مريضة مهمومة مشغولة مفقوسة،
تغدر بك بزاف، عليك طاقة سلبية في هذه الأيام، عندك مشاكل مادية كتأثر على الصحة ديالك، عندك حاجات مع هاد الرجال هادو يمكن شراكة، أو عندك حاجات مادية كتهضري معاهم في هاد الحاجات المادية وهما مشكلينك بالخصوص هذا، وغادي ديري معاهم، باغية ديري معاهم حد أو توقفي التعامل ديالك معاهم لأنهم دمروك ودمروا لك الصحة ديالك. بالنسبة للعتبة، عندكم أوراق جاياكم للعتبة ولكن عليها غيار، هاد الأوراق واللي واقفة على الطلاق راه عندها طلاق. بالنسبة اللي عندها الأسمر، راكي كتهضري معاه بخصوص حاجة كبيرة أو بخصوص أموال أو حاجة ثقيلة. وحتى بالنسبة للأبيض، الأبيض كتهضري معاه حاجات ثقيلة أو بخصوص المادة أو حاجة باغية تدخلوها للدار. بالنسبة للحظ ديالك، فالحظ ديالك هنا كيقولك بالنسبة للمادة فعندك متوسطة، بالنسبة للأموال فهي الأرزاق ديالك متوسطة، وانت كتفكري بزاف فكيقولك الفال ما تبقيش تفكري بزاف، الحياة ديالك راه غادية مزيان ومازال يكون عندك حظوظ كثيرة، غير هو غادي عندك داك الشيء ببطء هاد الأيام هادي، فما تبقيش تفكري يعني كتتوتري نفسك بنفسك، الأمور راه غادية بالتدريج، فخليها تمشي بالتدريج، راه عندك حظوظ واخا ماشي هي شي حاجة اللي كبيرة ولكن راه سيرة في التطور، وعندك مكالمة هاتفية غادي تفرحي عليها، وحتى الحاجه اللي كنتي متردده فيها فانت غادي تلقاي لها حل. بالنسبه للعاطفه، عليكم العين والحسد، وهذا العين والحسد كتمرضكم عاطفيا، والبعض فيكم عندها علام الفرح، عندها خبر مهم بالنسبه لهذوك البنات اللي ما عندهمش حبيب، كاينه المراه او البنت اللي غادي تهضر لكم على شي حد باغي الزواج، وغادي يكون عندكم خطوبه او زواج، وكاين اللي دخل في حياتها شخص جديد، يعني ماشي اكثر من شهر راه هذا الشخص راه مزيان وممكن يكون فيه خير ويكون علاقه زواج بينك وبينه. واللي عندها الاسمر، الاسمر راه كيشوف في مراه اخرى، راه كيهضر مع مراه اخرى هاد الايام هادي، شاغل نفسه بهاد المراه، وكذلك اللي عندها الحنطي وهو اجنبي او في بلاد بعيده راه كيهضر حتى هو مع مراه اخرى. بالنسبه للعمل او الدراسه او كل ما يخص المحكمه، فعندكم عليها نصره، عندكم ارزاق رجعه لكم، اموالكم رجعه او ارزاق اللي كتنتظروها راه رجعه لكم، حتى الا كتنتظروا اموال من العمل او زياده في الاجره راه غتكون عندكم. اللي عندهم محامي فاستمروا مع هذا المحامي لانه واقف في صفكم، وغادي يكون عندكم نصره مع هذا المحامي. فكان هذا الفال ديالكم، وغادي ندوزو للفال ديال السمراء. هذه انت يا السمراء، عاطفة، حظ، عتبة، وان شاء الله فالك فالخير يا السمراء. فهذه انت يا السمراء والصحة ديالك والعتبة والحظ والعاطفة والعمل أو الدراسة أو كل ما يخص بالإدارات أو المحكمة. فهذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك على الرجوع، بغية الرجوع ديال اي شيء، ممكن شخص، ممكن حاجه ماديه، ممكن قلبك على اجتماع او باغا تكوني فلمه، وكتفكري بزاف في الليل، وياتيك الله بمبلغ مالي متوسط،
فغادي نشوفوا يا السمراء من ناحية ديال الصحة ديالك، فانتي كتنتظري الرجوع ديال يا اما شخص يا اما حاجة مادية، وهذا الانتظار هذا كيسبب لك مشكل صحي، وكتنتظري حتى خبر، كتنتظري خبر على شخص وما وصلكش عليه خبر، فهاد الشيء هذا كيأثر لك على الصحة ديالك. فالأغلبية كنشوف أغلبية ديال البنات الضرر اللي كتضروه بالنفس ديالكم هو تفكيركم في الآخر، هذا كيأثر عليكم وعلى الصحة ديالكم. بالنسبة للعتبة، عندكم مرأة كبيرة داخلة العتبة، وكأنها إلى عندكم شخص مريض كبير في السن، فراه رجعة ورجعة بصحة جيدة. بالنسبة اللي عندها البيض الناحف، عنده مشاكل مادية وغيار بينك وبينه. حتى اللي عندها الأبيض عريض الكتفين، فعندكم مشاكل مادية وعندكم غيار، وما عجبنيش الحالة ديالكم في البيت، خصوصا المتزوجات. المتزوجات اللي عندها الأبيض الناحف واللي عندها البيض عريض الكتاف، عندكم مشاكل مادية، عندكم غيار، خصامات، ما عجبنيش الحالة ديالكم. فقط هاد السيدة اللي هي كبيرة في السن عندها تشافي، ممكن تكون الأم أو الجدة أو الأخت الكبيرة، مهم عندكم في العتبة داخلة وصحة جيدة إن شاء الله. بالنسبة للحظ ديالكم من ناحية المادية، عندكم أرزاق كثيرة، عندكم فرحة أو حمل، أو عندكم فرحة على الأولاد ديالكم، غادي تفرحوا بالصحة ديالهم أو بالنجاح ديالهم، أو حاجة متعلقة بالأولاد ديالكم عندكم عليها فرحة كبيرة. عندكم مكالمة هاتفية شوية ما غاديش تعجبكم بخصوص الطريق، المكالمة اللي كتنتظروها بخصوص الطريق فهي شوية ما غاديش تعجبكم. بالنسبة اللي عندها هاد الحنطي هذا، عندك معاه أوراق أو عقود، وعندك حظوظ مع هاد الحنطي هذا. بالنسبة للعاطفة، فاللي كتنتظر زواج مع الشخص الأسمر، فكاين عندك زواج مع هذا الشخص الأسمر وفرحة ورزقة كبيرة، والسحر اللي كان عندك خرج. هذه اللي عندها الأسمر، سواء كان زوج أو حبيب، السحر كيخرج، السحر كيخرج. وعندك زواج، اللي عندها السمر عندها زواج معاه وعندها فرحة كبيرة وعلام الفرح. والأرزاق كثيرة كثيرة جدا، والأغلبية فيكم يا السمراوات هاد الأيام هذه كأن هاد الطاقة السلبية خارجة، يعني ما عندكمش طاقة سلبية في الأيام القادمة. بالنسبة هنا للعمل، العمل واقفة معكم مرأة بيضاء، حتى اللي ما عندهاش العمل غادي يكون عندها عمل إن شاء الله في المستقبل، وغادي توقف معك مرأة بيضاء. وحتى اللي هي مثلا في محكمة، فكاينة محامية اللي واقفة معك، ولكن هاد المحامية شوية غادي تلقاي معاها صعوبة، أو هي غادي تلقى صعوبة في أنها توقف معك في المسائل الخاصة بك، وخصوصا اللي هما مغتربات أو هما في بلاد بعيدة، فعندكم شوية مشاكل بخصوص طفلة المخزن أو بخصوص العمل. وكاين هنا عندكم رجل أبيض عريض الكتفين واقف معكم، يعني كاين البعض فيكم اللي كاين عندها رجل أبيض واقف معها، ممكن يكون حبيب، ممكن أخ، ممكن زوج، هاد الأبيض عريض الكتاف واقف معك، واقف معك، واقف معك بخصوص العمل، بخصوص إدارة، بخصوص محكمة، فهو واقف معك. أما بالنسبة للمغتربة شوي عندهم مشاكل بخصوص العمل، بخصوص الإدارة، عندكم عين وحسد. وحتى اللي عندها محامية، يعني اللي هي عندها محامية مرأة ماشي رجل، شوية واخا غادي تساعدك هي كتلقى مشكل باش أنها تحل المشكل اللي انتيا فيه. فهذا ما كان حتى بالنسبة للدراسة، السمراوات شوية ماشي هي هذيك بالنسبة للدراسة، يعني عندكم شوية مشاكل في المحاكم، عندكم مشاكل في الدراسة، عندكم مشاكل في العمل. هذا ما قال لكم يا السمرات. فالسمرة هنا قلنا صحيا كتفكري في الرجوع ديال شي حد او حاجة مادية او شخص، هذا كيأثر عليك، كيأثر عليك بزاف. وبالنسبة اللي كتنتظر الرجوع من الأسمر، فراه غادي يكون عندك
رجوع مع الاسمر، ما توتريش راسك، غيكون عندك رجوع مع الاسمر وعندك خبر او كتنتظري خبر على هذا الشخص وهزاليه ليه الهم، فما تفكريش هو راه مزيان بخير عليه، ما تفكريش في هذا الحنطي هذا، سواء كان ابنك او الاخ ديالك، فهو اخباره غادي تكون رائعه ومزيان. انت هدئي من روعك وما تفقسيش راسك ديك اللي كتنتظر حاجه ماديه او كتنتظر رجوع هذا الاسمر هذا. بالنسبه للعتبه، عندكم المرأة الكبيرة في السن عندها تشافي ورجعة للدار متشافية. بالنسبة اللي عندها الأبيض الناحف، كاين شوية عندكم مشاكل وغيار، حتى اللي عندها الأبيض شوية مشاكل وغيار ونقاشات، فما عجبنيش أنا المرأة اللي خصوصا المتزوجة اللي عندها الأبيض الناحف ولا الأبيض عريض الكتفين، فعندكم مشاكل، عندكم خصامات، عندكم غيار، ما عدا الابيض عريض الكتفين اللي هو معك في العمل او عندك معاه شي حاجه بخصوص محكمه او اداره، هو اللي واقف معك و يعني اعتمدي عليه. اما بالنسبه للزوج او الحبيب الابيض عريض الكتفين، شي شويه كاين مشاكل، حتى الابيض الناحف كاين مشاكل. بالنسبه للحظ، فانت محظوظه هنا من حاجه كبيره، حاجه ثقيله غادي تكوني محظوظه عليها، حتى بالنسبه اللي كتنتظر حمل فغادي يكون عندها حمل، اللي هي مشوشه على اولادها فما تشوشيش عليهم لانهم مزيانين، صحه مزيانه، ناشطين، ما تهوليش عليهم. عندك شويه واحد المكالمه هاتفيه شويه غادي تغيري عليها وما غاديش تعجبك بخصوص طريق صغيره. وكاين اللي عندها اوراق مع هذا الحنطي هذا، عندك معاه حظوظ مع هذا الحنطي، عندك اوراق مزيان مع هذا الحنطي هذا. بالنسبه للحياه العاطفيه، كاينه هنا علامه الفرح خصوصا اللي عندها الاسمر، سواء كان زوج او حبيب عندك معاه فرحه. كاين زواج حتى بالنسبه لهذه اللي عندها الاسمر واللي كتنتظر الرجوع من الاسمر، راه كاين رجوع. عندكم حياه ماديه رائعه مع هذا الاسمر اللي عندهم الاسمر، واللي وانتم كاملين راه هاد الايام هذه الطاقه السلبيه ما غاديش تاثر فيكم بحال خارجه هاد الطاقه السلبيه. بالنسبه للعمل او الاداره او الدراسه، شويه عندكم عيان ماشي حتى تما، كاينه اللي واقفه معها محاميه، وهاد المحاميه يعني كتبذل واحد المجهود كبير باش انها توقف معاك في الحاجات ديالك. وكاينين هنا المغتربات عندهم مشاكل في العمل، مشاكل في المحاكم، مشاكل في الادارات، وكاين البعض فيكم اللي واقف معها راجل بيض، فاستعيني بهذا الرجل الابيض، راه يقدر يكون فيه حاجات ايجابيه اللي غادي تكون لصالحك عادة وتحقيق جميع الاهداف ديالكم. تهلاو في راسكم، استمتعوا بالحياه ديالكم، دائما نشطين، ما يهمكمش الناس واقوال الناس، انتم حرين في حياتكم، حرين في ذاتكم، ديروا اللي بغيتوا وما تسمعوش للهضره ديال الناس. وشكرا لكم، وباي باي.